أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: إنني بحمد الله أصلي وأصوم، لكني لم أزكي لأني أعيش مع والدي في البيت، ووالدي لم يزكي، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى منعم عليه بمال كثير من الغنم والحديد، ولكن لم يزكي أبدا عدا فطرة الصيام، وهو يصلي لكنه لا يحافظ على الصلاة، ولا سيما صلاة الفجر والجمعة والأعياد، ولم يذهب إلى المساجد أبدا، فهل معيشتي معه حرام أم حلال؟ وماذا أعمل؟ وهل يجوز لي دفع زكاة عني وعن عائلتي؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. يجب في الأموال التي تجب فيها الزكاة أن تخرج زكاتها عند وجوبها، وهي تجب في أربعة أشياء: تجب في النقدين، تجب في النقدين أي الدراهم والنقود التي تستعمل سواء كانت من الذهب والفضة أو من الأوراق النقدية. ثانيا تجب في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. ثالثا تجب في عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع والشراء، يزكي قيمتها بحسب ما تساويه عند رأس السنة بأن يقدرها ثم يخرج ربع العشر. رابعا الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويشترط في الجميع بلوغ النصاب، وهو نصاب كل شيء بحسب على التفصيل الوارد في الشرع وفي كتب الفقه، ويشترط تمام الحول أيضا على المال الزكوي. إلا الخارج من الأرض فإنه تخرج زكاته عند الحصول عليه، قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وإذا كان والدك لا يزكي فعليك أن تناصحه، لأنه قد يكون يجهل هذا الأمر، وتبين له أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، هي الركن الثالث بعد الصلاة، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، عليك أن تبين له. فإن لم يمتثل فإنها تبرأ ذمتك في مناصحته، وأما أنت فتزكي مالك ولا تنظر إلى والدك، زكي مالك على حسب الوجه المشروع. نعم. والسنوات التي مرت ولم تخرج الزكاة فيها يجب عليك إجمالها وإخراجها، لأنها دين في ذمتك. نعم.